بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شكرا جزيلا. بالنسبة لما يحصل في باب المندب بالذات من تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية، هو مسألة خطيرة جدا طبعا، وتؤثر على حياة الناس المعيشية والإنسانية في اليمن، وانقطاع الإمدادات عليهم، لأن معظم السكان اليمن يعيش على أكثر من 80-90% من الصادرات من الخارج طبعا، الغذاء والدواء والطاقة. ما قام به الحوثيين هو عملية طبعا غير مقبولة، والردع الذي قامت به أو الردع بداية الردع الاستراتيجي الذي قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا هي عملية صحيحة، ونحن نطالب طبعا باستمرار هذا الردع حتى يتم يعني إنهاء يعني القوى العسكرية الذي يمتلكها الحوثي والذي يؤذي بها المجتمع الإقليمي في باب المندب. وهذا التصعيد يؤدي إلى تفاقم الأزمة طبعا، إذا استمر بهذا الحال ولم يحصل على ردع استراتيجي وشامل تقوم به طبعا الولايات المتحدة وبريطانيا ويعني المجتمع الدولي بشكل عام والإقليمي، ندعوهم إلى ردع استراتيجي ويعني توقيف ما يقوم به الميليشيات الحوثية من قرصنة أو من يعني أعمال يعني لا علاقة لها يعني بما يحصل في فلسطين. طبعا هو يحاول أن يجذب الرأي المحلي ويزيد من شعبيته في هذه الحالة، ولا علاقة طبعا لها. وباب المندب طبعا ممر دولي آمن وممر يعني يهم الإقليم بشكل عام والعالم بشكل عام، فهو ممر دولي، وعلى المجتمع الدولي الأمم المتحدة والولايات المتحدة الجامعة العربية وكل الدول بالإقليم عليهم حماية هذا الباب وعدم تركه للتصعيد الحوثي الذي يستلم توجيهاته من إيران. عاصفة الحزم 2015، أبنائي الدفعة الرابعة في كلية الشرطة حضرموت، إن هذا اليوم وأنتم تتلقون فيه معارف القانون الشرطوية أمامكم مهام جسيمة إن شاء الله تعالى، وأنتم مؤهلين ومدربين بفضل من الله سبحانه وتعالى وطاقم هذه الكلية الذي يبذل كل جهوده وذلك لوصولكم إلى مراتب تدريبية وتعليمية تؤهلكم لإدارة الأمن والاستقرار في هذا البلد. أبنائي، إنها هذه اليوم أنا أمام هذه الوجوه السمراء الشامخة، وجوه العز والفخر، نحن آباءكم سوف نقوم بكل ما نستطيع أن نقوم به في استمرار الكلية هذه أن تقوم بواجباتها بتخرج دفعة تلو الدفعة، وكل ما ينقصكم في إدارة الكلية إن شاء الله تعالى إننا سنقوم بتوفيرها، وأهم المتطلبات التي ذكرها الأخ قائد الكلية. أبنائي الطلبة، أخواني هيئة التدريس وقيادة الكلية، نهنئكم بما أنجزتموه في هذه الصرح التعليمي، ونقول لكم استمروا على ما أنتم عليه، فإن هذا الصرح يعد من أهم المؤسسات التعليمية لتزويد هذا البلد بكوادر قانونية لحماية الأمن والنظام الداخلي. لا أريد أن أطيل عليكم، ثقوا أنكم بالطريق الصحيح وأنكم سوف تحمون مكاسب هذا البلد، وسوف تحمون دماء الشهداء الذي سقطت من أجل حماية هذا البلد، وأنتم المستقبل بإذن الله تعالى، وأنتم من يقود هذا البلد بالمستقبل. هنيئا لحضرموت، وهنيئا لكل أبناء الوطن في هذا اليوم وبهذه الدفعة وبهذه الكلية، والسلام عليكم ورحمة الله.